بقول لك ايه، انا عايز اشتري حاجه للاطفال. شوف لي اي حاجه هنا. انا اسف يا صاحبي، بس بجد صدقني هم 2000 يورو، مش هقدر الا عن كده. لا لا لا، ده كتير جدا. انا اخر ادفع 500. لا 500 كتير جدا برضو. انا عايز ابسط العيال باي طريقه. طب قول لي ابسطهم ازاي؟ كل حاجه هنا غاليه جدا عشان خاطر المصيف. طب انا لازم الاقي حل. خلاص انا هعرف ان انا اتصرف. خلاص انا ممكن اظبط لك حاجه بس ب 200 يورو بس. اوكي اتفقنا، حلوه جدا. انا هشتري منك الحاجه اللي ب 200 يورو دي. طب هتجيبها لي على امتى؟ هجيبها لك النهارده بعد الظهر. خلاص اوكي، حلو جدا، مستني منك الحاجه وشكرا جدا، انت عملت لي واجب بجد عمري ما هنساه. العفو عليك، المهم انت تيجي تشتري من عندنا على طول. اه طبعا هاجي اشتري من عندكم على طول. اوكي انا مبسوط منك اوي، ما تنساش بقى توصلي الحاجه بسرعه عشان خاطر العيال اكيد هيكونوا مستنيينها النهارده ضروري. حاضر حاضر، صدقني انا وعدتك، يبقى خلاص هوفي بعدي. ايه اكيد طبعا العيال هيموتوا في اللي انا جايبه، هيبسطوا جدا منه. خلاص بحيث ممكن تقدر تتفضل، ادي الفلوس اهي مستنيينك النهارده. اوكي طيب، اوكي ما تقلقش، استناني. باي باي. ايه يا رب بقى العيال يبصوا من المفاجأة الفظيعة اللي انا عملتها لهم. كلاوديا حبيبتي انا رجعت البيت. شوش بس يا مرتب، من على التلفزيون بقى. انت كنت فين النهارده صحيح؟ ابدا، انا جبت حدي مفاجأة للاطفال هيعجبوهم جدا جدا جدا. ايه ده، اقولك جبت لهم ايه؟ لا لا لا، مش ينفع ان انا اقولك عشان تتفاجئي كده زيك زيهم. طيب ربنا يستر، انا عارفه مغيبك. بتقولي حاجه يا حبيبتي؟ لا لا لا، ما بقولش اي حاجه يا حبيبي، ما بقولش اي حاجه. طب هما فين؟ طب دلوقتي هما فوق. طيب انا هطلع اقول لهم. انت جبت لهم ايه بقى؟ قولي. بصي انا مش قادره الصراحه، لازم اقول لك جبت لهم إيه. بصي هي حاجه مش عارفه اشرحها لك، بس عامله زي البانيو، وفرنا فلوس كتير جدا بدل ما نروح نصيف. انا عارف ان الولاد هيقعدوا ينزلوا فيها على طول. ايه ده بابا، احنا سامعين ان انت جبت لنا حاجه، انت فعلا جبت لنا حاجه؟ اه يا ولاد انتوا سمعتوا. ايوه بابا، انت جبت لنا ايه؟ انا جبت بحضر لكم حته، دي المفاجاه، اطلعوا فوق بسرعه البسوا المايوهات. ايه ده بابا، انت جبت لنا بسين؟ لا 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 لا، جبت لكم حاجه احلى من البسين بكتير. اطلعوا بسرعه البسوا بقى المايوهات وانتوا هتتظبطوا قوي. بابوكم حضر لكم حته، دي المفاجاه يا ولاد، هتعجبكم جدا. انا هروح اموت نفسي بقى عشان خاطر هقعد انضف في البيت. لا ايه ده يا حرام، ما هو نهارة خالص. طب يلا نروح نلبس المايوهات احنا بسرعة، اموت واشوف اللي بابا جايبه. ايوه وانا كمان عايزة انزل جدا، اكيد طبعا هروح البس المايوه. يلا بسرعة يا اولاد بسرعة، انا عارف انتوا تنبسطوا جدا فيها، البسوا المايوه بسرعة. حاضر حاضر يا بابا. طب وانا كمان استنى البس معاكم المايوه وهجيب المعيشه وجاروف. بس بقى يا حبيبتي بطلي غتاده بقى، هيفرحوا جدا الاطفال بالبسين اللي انا جايبه لهم. ايه يعني انت جبت لهم بسين؟ ما كل الناس عندها بسين. لا بابا جايب لنا حاجه تانية اكيد انا انبسط بيها جدا. خلاص ماشي اوكي، ادينا مستنيين بتاع الدليفري لما يقول لنا انت جايب ايه. يلا، هو قال انه هيجي بعد الظهر، فلازم تكونوا جاهزين. اوكي طيب ماشي، خلاص احنا هنكون جاهزين على طول على طول على طول. واو انا متحمس قوي، يا ترى الاولاد هيكون منظرهم ايه اول لما البيسينات تيجي. انت جايب لهم 3؟ لا 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 بجد بتهزر يا مارتن. ما تقلقيش حبيبتي، دول 3 الصغيرين خالص. انا لبست المايو، وانا كمان لبست المايو. مش احنا عندنا احسن اب في الدنيا ولا ايه؟ جاب لنا بسين في البيت غير البسين اللي عندنا، كل واحد يكون ليه البسين بتاعه. انا مش قادره اصدق نفسي، ولا انا كمان اصدق نفسي خالص. يا ترى بقى البسين عامل ازاي، ولا شكله عامل ايه؟ يا ترى ولا يكون جايب لنا سحليق؟ انا مش عارفه، كل واحد فينا قاعد بيخمن. يلا يا اولاد حضرتوا نفسكم، انا كمان هموت والبس المايو عشان انزل معاكم. طب يابا احنا هتحطوها لنا فين؟ انا هحطها لكم كل واحد في الاوضه بتاعته. ايه يا بابا بجد؟ السلام عليكم، اللي كنتوا طالبين طلبيه بسينات وكده؟ ايوه ايوه يا حبيبي، جوزي اللي طالب. طب تعالى اتفضل. ايوه ايوه تعالى اتفضل فوق، الولاد مستنيينك. خلاص اوكي هنخش الحضانه دلوقتي. حلو، الله الحمد لله، العيال هيخشوا يلعبوا بقى. الراجل كيه الراجل كيه، مصدق جوليان انا مش قادره امسك نفسي الصراحه، هموت واعرف بابا جاب لنا ايه. وانا كمان هموت واعرف بابا جاب لنا ايه، انا هموت واعرف، مش قادره نفسي اشوف بابا جاب لنا ايه بقى. عايزه انزل البيسين. يلا يا اولاد البيسين جه، ووهو انا اطلع نشوفه. بابا بابا احلى اب في الدنيا، جاب لنا احلى بسين. يلا يا جوليان اطلع فوق بقى شوف اللبس بتاعك، وقولي كده ايه رأيك في المايو، في قصدي في البسين اللي انا جبته لك. ايه ده يا بابا انا مش قادره اصدق.
اوه ماي جاد، واو يا بابا، ايه ده، الله يا بابا، ده يجنن بابا، انت فعلا جبت لي بسين جليتر يونيكورن في الاوضه، واو ده توش يجنن، الله ماجيك يونيكورن، واو تحفه يا بابا، انا مش هطلع منه خالص، شكله يكانن بالبينك بالجليتر، شكله تحفه، الله يا بابا، انا عجبني جدا البسين بتاع هنا، وانا كمان عجبني قوي، هو اي نعم لونه بامبا بنات شويه، بس عجبني جدا برضه، وعايز انزل معاكم. طب يلا يا اولاد، لسه لسه كل واحد فيكم عنده المفاجاه بتاعتكم زي ما انا وعدتكم، يلا يا اما، يلا يا جوليا، تعالوا شوفوا حمام السباحه بتاعكم، الله يا بابا، انا مش عايز اخرج منه خالص، ده يجنن، يلا يا جوليا، تعالى شوف بقى حمام السباحة بتاعك كده وقولي ايه رأيك فيه، وريني كده يا بابا، حسب، واو يا بابا، ايه اللي انت جايبه ده، الله ده سلايم لونه اسود، شكله تحفة، واو يا بابا، انا بحبك قوي، شفت مش قلتلك هيعجبك جدا، ده كمان بينور في الضلمة، بجد يا بابا، ده crazy thinking buddy، تحفة يا بابا، ربنا يخليك ليا، ده يجنن، أنا فرحان منك أوي 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 أوي، والله يا بابا، بس ده شكله مرعب جدا، كويس إن أنت جبته لجوليان، أنا خايف إن أنا أركب فيه، أيوة ما تركبيش فيه بقى، روح اركبي في بتاعك، وأنا هقعد ألعب أنا هنا بقى فيه وأجيب صحابي، واو، يلا بقى يا أميرتي، تعالي أوريكي بقى البيسين بتاعك، أنت أحسن واحدة فيهم كلهم، إيه ده بجد يا بابا، جبت لي إيه؟ يا نهاري، ابوكي فعلا اتجنن وجاب لكم حمامات سباحه كل واحد فيكم، يا لهوي انا قلت من ابوكو ده اللي بيعمله فيا، مش قادره اصدق حد يعمل كده، حد يجيب حمامات سباحه للاطفال في اوضهم، يا رب اشوفك يوم يا بابا، تعالي بقى يا ماما انزلي معانا، ده انا مبسوطه فيه جدا، هتنبسطي قوي صدقيني اول ما تنزلي فيه، الله يا بابا مش قادرة أصدق، واو جبتلي الحمام السباحة بتاع إلسا، الله ده تحفة يا بابا، واو الله، ايه ده شفتوا بقى عجبكم ازاي، شفتوا جامد ازاي، اه يا بابا ده حلو قوي، احلى فكرة انت اخترعتها، بدل بقى ما نروح المصيف ونقعد نجري ونتبل وبتاع، هنا الواحد في بيته يعمل كل اللي نفسه فيه، مش قلتلكم بجد يا مارزن، انت فكرتك فظيعة خالص، انت وفرت لنا فلوس بالحبيط، بس فعلا فكرة مجنونة خالص ان انت تجيب لهم كل واحد فيهم حمام سباحة، انت ازاي كده، انا عجبتني افكارك قوي، بس عايزاك انت بقى اللي توضب وراهم وتنضف عشان خاطر انا مش هنضف اي حاجة، الله يا جوليان حلو جدا حمام السباحة بتاعك، وبتاع ألسا كمان بتاع اما يجنن، الله يا بابا احنا بنحبك قوي قوي قوي، انت احسن اب في الدنيا، ايوه يا بابا احنا بنموت فيك، اه يا بابا انا بحبك اوي 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 يا بابا، ربنا يخليك لينا يا حبيبي، كل واحد عنده اب لازم ان هو يشكره ويبوس ايده عشان خاطر بابا موجود وبيحبه وبيخاف عليه، ربنا يخليك ليهم يا مارتن ويخليكم ليا يا اولادي، يلا بقى كل واحد ينضف ورا نفسه.